سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. السلام ومرحبا بكم في ثاني حلقة من برنامج سياسات الصحة. اليوم ضيفتنا وزيرة الصحة السابقة سونيا بشيخ. سونيا بشيخ المتحصلة على شهادة طبيب من كلية الطب بتونس، هي أيضا أستاذة مساعدة استشفائية جامعية في نفس الكلية، تعمل أيضا متفقدة عامة للصحة العمومية. توليت منصب وزيرة الصحة في 14 نوفمبر 2018 لمدة عامين وعشر شهور تقريبا. اليوم باش نحكيو معها على الوضع الصحي في بلادنا، باش نحكيو معها على التعاطي مع أزمة كورونا وواقع المنظومة الصحية في تونس، ونسألوها أيضا على وضعية البنية التحتية الصحية في ولاية القيرة. ونقبل كل شيء، رحبوا بضيفتنا، مرحبا بك مدام سونيا. عسلامة، تحية ليك، شكرا على الاستضافة، شكرا سمية، وتحية لكل مستمعات ومستمعين. شكرا لك مدام سونيا، أنت على أمواج إذاعة الحياة فام، هي أول إذاعة على الصحة في تونس. شنو رأيك في الفكرة متاع المشروع هذا متاع إنشاء إذاعة للصحة في بلادنا؟ والله معناتها الفكرة والمبادرة معناتها ياسر حلوة وباهية برشا، وإحنا دعينا لها راهو عندنا معناتها برشا سنين، وكما نخدم في وزارة الصحة من عام 98، وفهمنا اللي لا كومينيكاسيون هو لو بوان فيبل تاع وزارة الصحة، وقلنا لما لا معناتها تنجم تكون عندنا معناتها راديو، إمام خممنا في إنشاء تيلي باش تكون تخدم معناتها أون بوكل كان بالنصائح معناتها الجانب الوقائي والجانب الطبي ككل، والمتفرج يكون عنده الإمكانية بالراديو ولا بالتيلي يكون ديما كونيكتي ويعرف آخر معلومات. تحية لأخي وصديقي الدكتور معناتها طارق البرهومي اللي قرينا مع بعضنا، احنا نفس البروموسيون نعرفوا بعضنا معناتها من الثمانينات، ما يسقرناش شيء، لكن تحية لي. أنا شفت لو ديماراج لو لونسمون وقت اللي بدا في حياة فام، شجعته برشا، إي جو سافي كو بقدرة ربي مش يوصلوا للنتائج، وإن شاء الله العديد معناتها من الجهات اللي هما يكملوا ينسقوا معاكم، خاطر قروان هي معناتها أنا نقول ولاية عريقة بتاريخها بكل شيء بناسها بأهليها، لكن زاد المناطق الأخرى يلزم تكون عندهم نفس المعلومة، وإن شاء الله يمشوا على نفس المنوال. واضح إذا على الصحة تبث من القروان، لكن موجهة برامجها والمعلومات نتاعها للجمهور في كافة البلدان وكافة الجهات نتاع بلادنا. نبدأ بسؤالنا المفتوح، سؤال تقييمك للوضع الصحي في تونس، كيفاش عشت ذروة الجائحة كمواطنة كطبيبة وكمسؤولة، خاصة أن احنا بلادنا عشنا ذروة كورونا بالمقارنة ببلدان أخرى. تونس وصلت لعدد وفيات مرتفع، تجاوزنا 24,000 حاليا، 24,000 وفاة بسبب وباء كورونا. أيضا وصلنا لعدد إصابات مرتفع بشكل كبير، نقص في الأكسجين، مستشفيات تجاوزت طاقة استيعابها القصوى. كيفاش عشت الفترة هذه مدام سونيا باعتبارك كنت وزيرة سابقة وباعتبارك أيضا طبيبة؟ شكرا. الوضع بالحق معناتها شوفوا كان عندنا شويه وقت نجم نرجع معناتها من اول ما بدينا وسمعنا اللي فما معناتها كورونا، ومن الاول ما عرفناش شنو هي حتى المرضى، منذ اواخر ديسمبر 2019 وقت اللي تم اشعارنا معناتها كوزاره الصحه اللي فما معناتها فما مرضى اللي هو يقول لك التهاب في الرويري وما عرفوش يعطيوه معناتها الاسم الحقيقي، فما شكون معناتها حاب يربط الشيء هذايا بالموسم بتاع الجريب، لكن في مش ما نطولوش معناتها في اكزاكتومون نهار 11 جانفي 2020 معناتها تم ابلاغنا عن طريق المنظمه العالميه للصحه اللي الفيروس اللي قاعد يعمل التهاب معناتها في الرويري وقاعد بالاخص ينتشر معناتها بسرعه جنونيه. وقتها عرفنا اللي هو يسجي معناتها فيروس كورونا هذايا كورونا فيروس يعني على شو تسمى 2019، خاطر بدات الاعراض وبدات الناس تمرض به من اواخر 2019. احنا وقتها اليبوك وزاره الصحه ما قعدناش في ربع المدينه، استانسنا وخدمنا معناتها عندنا المرصد ما ننساوش المرصد الوطني الامراض الجديده والمستجده اللي هي تقعد معناتها تاخذ المعلومات في العالم الاجمع شنو صاير فيهم. عندنا زاد اداره الرعايه الصحيه الاساسيه اللي هما عندهم لو ريزو معناتها سانيتير انترناسيونال. وقت اللي ولات الوضعيه حرجه مدام سونيا، وقت اللي وصلنا وقتاش ولات حرجه؟ انا معناتها عشتها كوزيره وبعد باش نعطيك عشتها، خاطر كي خرجت حتى من وزاره الصحه ما قعدتش من ربع ايديا،
وانت معناتها في تقديم في تقديمك ليا معناتها قلت لي انا طبيبه والاختصاص بتاعي معناتها اللي هو الطب الوقائي والجماعي اللي هو فيه علم الاوبئه معناتها احنا في في الـ في الـ معناتها في الحكايه معناتها في الحكايه اقرب معناها من الاختصاصات الاخرى اقرب وقعدنا نتبعه الى نهار اللي انا خرجت معناتها من الصحه 28 فيفري وقتها ما كانوش عندنا حالات بالنسبه للاصابات والوفيات بعد ابتداء من شهر مارس شفنا معناتها شنو صاروا والمرحله معناتها الموجه هذيك وفات في اواخر شهر بي جوان نجم نقول وصلنا حتى هنا ستابيليزي الارقام نتاعهم معناتها خرجنا ب 1160 حاله ايجابيه والله يرحمهم 52 وفاه. المرحلة الثالثة أنا نعيط لها معناتها اللي هي كانت حقيقة الموجة الثانية معناتها شفنا ابتداء من أواخر شهر جويلية أول أوت شنو صار شنو صار حتى جينا وقتها دخلنا في أن بروسيسوس اللي هو الله لا يعاودوا على تونس الله لا يعاودوا علينا جملة وبعد لا فاكسيناسيون وأنسي دو سويت نجموا نحكيوا عليهم مطولا أكيد باش نحكيوا عليهم في الليل. تفضل تفضل مدام سوني واصل. معناتها تعدينا بالعديد من المراحل اللي فيهم مراحل كانت نجم نقول وين معناتها ما تضريناش برشا لكن احنا عندنا راهو كل وفات اللي هي مأساة اللي هي معناتها سيت ان ايشيك دو توت ان سيستيم دو سوان سونتي. اما بعد معناتها كي نوصلوا توا ونحكيو على فوق ال 21000 متوفي الله يرحمهم الله يرحمهم وان شاء الله يسامحونا معناتها واهليهم ونعزي معناتها اهليهم. فما تقصير صار فما اخطاء اكيد فما انا نقول معناتها مش نكون واضحه وصريحه هو النقد هذا مانيش نوجهه لزملائي على راس وزاره الصحه خاطر هي منظومه كامله اللي هو فريق كامل اللي هو واللي يعتبر روحه معناتها طبيب وتابع المنظومه من داخل ولا بالبرة بالمنظومه كان معناتها اللوم ما نقوموش به كان غيرنا الناس كل معناتها اللوم بعضنا فما شكون اللي نقولوا قصر اكثر من الاخر لكن توا معناتها التشخيص انا نقول ان شاء الله يكون لنا درس يكون لنا درس للمستقبل علاش خاطر سي فري توا بالحق مش نحكيو رابيدمون على توا شنو عايشين بالحق الوضع الوبائي معناتها في تحسن وانا قلت معناتها خرجت في اذاعات قلت لي اخر جويليا بدايه الانفراج وذاك شنو صار معناتها اخر جويليا او الاسبوع نتاع شهر اوت بدينا نشوفوا اللي نسبه التحاليل الايجابيه بدات تنقص معناتها عدد الوفيات بدا يطيح كوم يكور معناتها مش في نهار وليله كل شيء باش يتحسن مي بدايه الانفراج بدينا نشوفوا فيها معناتها من اول اسبوع هو اكيد مدام سونيا الوضع الصحي تحسن توا واستقر بفعل او بفضل لكن انا تقدم فيها نعمل برشا كلمه النجاحات وتحسن ما حبي احنا نحبوا نقيموا الفتره الماضيه باش ما تتعودش باش نعرفوا زيد نحطوا النقاط على الحروف باش نفهموا شكون قاصر شكون قاصر وشنو اللي احنا معناتها يلزمنا نخرجوا خاطر كل تجربه تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف تخرج بها من دروس مش تسمى انت نجحت معناتها في الرؤيه نتاعك مش في الرؤيه نتاعك المستقبليه راه على خاطر ديما لا فيجون استراتيجيك هي تتبنى على ان فيكو احنا كي نقول ما بين جوان 2020 وسبتمبر معناتها اخر اوت 2020 اكل الفتره تاع التراخي ديما نشدوا كل مواطن يبدا يحطوا في تركينه ونقول له وانت ما لبستش كمامه وانت ما احترمتش وانت ما هويتش تراخي في موضوع التلقيح ما وصلتش التلقيح ما وصلتش في ما بديناش في بسرعه في الحمله نتاع التلقيح بدينا متاخرين بالمقارنه برشا بلدان غيروا في الاجراءات شنو عملت انت من جبت التلقيح؟ احنا رانا من اخر البلدان اللي لقحنا، في فريق بدينا نلقحوا معناتها لو 13 مارس اكزاكتومون، لكن راهو التلقيح الحقيقي خاطر هو لافاكسيناسيون مارس، ما بديناه كان في اخر جويليا راه، معناتها كيفاش منعنا شنو صار في البلاد، مانيش باش نعاودوه، مانيش باش نحكيو على الجانب السياسي اللي هو معناتها اتغى وعلى اقتصادنا وعلى صحتنا. حتى المعلومه ما كانتش موجوده مدام سونيا حتى المعلومه ما كناش فاهمين شكون المسؤول تلقى معلومه معناها متضاربه من مسؤول لاخر وزير الصحه ما تلقاش عنده المعطيات الكل نحاول نكون معاك كيف هذاك هذا هو دوري
كيما نقول مش ما نغلطوش في المرحلة القادمة. يعني في المرحلة القادمة ما يلزمنيش توا نقول نربحوا يدينا وساقينا ونقولوا صافا امورنا هانية، هانا مش نكملوا في التلقيح، وما دام وصلنا معناتها ايجابية التحاليل اللي هي طاحت برشا، خاطر هو بعلم الأوبئة يقول لك يطيح على 7% تعتبر اللي أنت خرجت منها الموجة واللي أنت ماشي في التحسن معناتها الملحوظ بالكدا بالكدا. ما ننساوش اللي البارح ما وصلنا معناتها في بعض المخابر اللي وصف الحالة كيف كيف، ولو الوفيات مازالوا موجودين لكن العدد بتاعهم ضئيل الله يرحمهم. أما كنا نجم نتفاداو رقم 24000 وفاة، كنا برشا أرواح. أنا عندي مأساة، معناتها أنا عندي مأساة، معناتها تشوف معناتها شنو في الطب في تونس وين وصلنا، معناتها في الولو معناتها عندنا وضع تاع البنية التحتية مش نحكيو عليها اللي هي كلاسة ديزيلي واللي احنا نجمو نحكيو فيها مطولا. هذا ما ننساوش بالنسبة للمسؤولين في وزارة الصحة، وأنا ديما نقول لهم راهو المنظومة الصحية تدري كانت عندنا أولوية الأولويات اللي هو الكوفيد ويزمنا نتلهاو بالمرضى الكوفيد و لكن المنظومة الصحية تاعنا راهي تعبة ومعناتها وطلبنا. ما زلنا باش نحكيو عليها في محور متقدم من الحوار. مدام سونيا خليني نسألك بشكل مباشر، أنت لو كنت وزيرة صحة في الفترة ذيك نتاع ذروة الكورونا، في الفترة اللي تأخر فيها التلقيح، شنو كنت تعمل؟ شنو كنت التوجه نتاعك؟ شنو كان ينجم يكون؟ هنجاوبك لله. أنا أقول لك المرحلة وقتاش هو اللي يبدأ يخدم، مش وقت اللي وقت الناس بدأت تتلقح. أنا أقول لك من اللي وقت الناس مصنعي التلقيح هذوما الأمصال، وقت اللي هما بداوا يحكيوا اللي هما في فاز ديفلوبمون، بداوا مش يصنعوا، بداوا خرجوا من فيهم كلمة بدينا مش نصنعوا. إحنا وقتها معناتها كمسؤولين في الوزارة وقتها نفيقوا على وضعنا، نمشي ونعديو لي بريكوموند ونقولها ونتحمل مسؤوليتي، وقتها يلزمنا نبداو نجري ونقيدوا رواحنا معناتها في العالم اجمع، خاطر ماناش وحدنا اللي احنا مش نطلبوا معناتها التلقيح، عالم اجمع مش يطلب التلقيح، لذا يلزم لا تونيزي دوفي سو بوزيسيوني تتموقع من اول ناس اللي يطلبوا. نسجل اي واحد يقول انا قاعده نسجل عنده، وبعد نشوف الدراسات، نشوف لي زيسي كلينيك سورتو لا فاس 3 وين وصلت، ويجيبوا لنا اوراقنا. مانيش باش نقبلوا نامبورت كان تلقيح، بيان ايفيدامون احنا قوه المنظومه الصحيه نتاعنا هو لو سيركوي دو ميديكامون، ما يدخل دويل تونس نقولها، ما يدخل دويل تونس كان ما يتعدى على العديد من المراحل اللي ما ياخذك لوتوريزاسيون دو ميس سور لو مارشي كان ما نتاكدوا من مدى نجاعته. وديما اول ناس احنا من البلدان اللي وين نسمعوا فما اشكاليه في دواء في العالم اجمع، من اول البلدان اللي تجري وتجبدك الدواء هذاك وتعمل له سسبونسيون او ديفينيتيف ولا بروفيزوار. نرجع ونقول وقتها انا معناتها كوزاره الصحه نمشي جو مانسكري في الفيديو تاع العالم اجمع ونسجل روحي في لي فاكسان الكل، خاطر راهو اللي بدا يزرق في ديسمبر ثمانية 2020 وفي جانفي 2021 راهو مأدي لي كوموند نتاعو من ابريل ومن مي 2020. مش انت وقتها تقرر في ديسمبر 2020 مش انت تمشي تتسكري في منظومة كوفاكس ولا غير كوفاكس. حتى في منظومة كوفاكس ما كانش فما تعامل ذكي ولا استراتيجي مع المنظومة. ثمانية متأكدة اللي انت سمعتني ضيعنا وقت كبير. انا قلت لهم منظومة كوفاكس نمشي ديريكتومون فيغ لاشا ديريكت، هذوكم اللي نمشي ندق البيبان نتاعهم، ومنظومة كوفاكس نخليه الدوسي يمشي بطبيعته ونحسبكم ان بلوس. ما نبنيش رؤية واستراتيجية بتاع تلقيح كاملة عن كوفاكس. اللي صار هو انه تعويل تام كان على منظومة كوفاكس اللي هي مساعدات معناها من دول في مجلس نواب الشعب، تمت المصادقة وقتها على الاكور ديفينيتيف تاع الكوفاكس، قدموا لهم الملف في فهمت معناتها انا يمشي هذاك الدوسي على روحه يقعد يخدم معناتها وبدات تخدم فيه الناس حقيقة، كل واحد يعطيه حقه. صار تأخير سيفري التبديل بعدم معناتها استقرار الحكومي وقتها، ما تنساش شوف قداش من وزير عاش الكوفيد معانا، ابدا انا وبعد الدكتور عبدي في المكي بعد في فوزي مهدي قبلها هي، قبل سي فوزي مهدي معناتها جاي سي الحبيب وبعد جاي معناتها بعد جاي سي فوزي مهدي وبعد جاي سي محمد الترابلسي شد الانتريم وبعد جاي توا الاستاذ الحالي معناتها تحيه ليه سي علي مرابط. لذا هذاك الكل شوف معناتها شو صار اللي
انا ما نحبش اللوم، القرار كان ناقص، الاستراتيجيه مش واضحه، ما فماش خبراء. احنا تعاملنا مع التلقيح كناجي مشينا مش نجيبوا دواء عادي في وضعيه عاديه، حاله بهته كانها صارت في تونس وقت اللي الناس الدول الكل قاعده تجري وتلوج في اللقاحات. شفنا في البلدان العربيه برشا بدات في التلقيح من شهر جان، في المغرب جارتنا هاي بدات في التلقيح قبلنا باشهر. تونس وقتها كان فما حاله بهته، ما تلقاش شكون يبادر، الناس الخبراء المختصين ساكتين، ما فماش قرار، ما فماش توجه، ما فماش خلينا نقولوا قرار سليم. مستقبل قطاع الصحة مدام سونيا بعد الكوفيد، بعد التجربة ذي متاع الكوفيد أكيد غيرت برشا. نحب أقول حاجة سمية عشان قبل ما نتعداو الموضوع واحد آخر. أنا إن شاء الله يكونوا زملائي في وزارة الصحة يسمعوا فيا، الناس اللي خدمنا مع بعضنا والكفاءات اللي مازالت موجودة في وزارة الصحة. راهو يلزمنا نحذو من الدرس السابق. إيش معناتها؟ ما يلزمناش توا نقولوا الكوفيد وفاء. حتى واحد في العالم أجمع، حتى معناتها أكبر العلماء ما ينجمش يقول الإيفوليسيون نتاعو. احنا توقعنا اللي هو سيفريك يمشي ويقعد، معناتها يعاود يرجع لنا سو فورم دو معناتها دو بتيت ايبيديمي، ولا يقعد سو فورم اونديميك، معناتها يقعدونا بعض الحالات كيف القريب، خلينا نفسروا للناس ونسهلوا لهم. لكن راهو توا الوقت بتاع مش تحضر روحك للمرحله الجايه. والثاني معناتها ريكومونداسيون، راهو المنظومه الصحيه ما ترتكزش كان على الكوفيد. رانا نرجعوا شنو هما المشاكل اللي عندنا، التمويل الصحي ما تنساش، راهو توا الدواء وما ادراك ما الدواء، راكم سيرمون جاوكم العديد معناتها من الناس اللي حكاو لكم ولا بعثوا لكم دي ميساج، راهو الدواء معناتها الامراض المزمنه بدا ينقص. بدا ينقص، فما اشكاليه برشا ادويه مش موجوده. فوالا، فالعديد من الادويه معناتها يلزمنا نحكيو ونرجعوا نحكيو على التمويل الصحي. اللي هو حد الى توا شنو في علاقه ما بين وزاره الصحه والكنام. شنو معناتها الاسترجاع المصاريف بالنسبه اوسي بيان للمرضى ك الفلوس اللي عندنا كسبيطارات وكصيدليه مركزيه في الصندوق. هذاك يلزمنا نحكيو عليه. هذايا باش نحكيو في الجزء الثاني من الحصه مدام سونيا، نحكيو فيها على واقع الصحي في تونس، على المنظومه الصحيه، السياسات الصحيه، الاستراتيجيه الصحيه في تونس لما بعد كوفيد، ولا كيفاش مش تتعامل مع استمرار الوباء ذلك كما قلت انت باش يقعد موجود كيف وكيف الجريب. برشا دول عربيه شفنا بدات تنتج تلقيح هي بيدها على ارضها، شفنا الجزائر مؤخرا، قبلها المغرب ومصر. هذه باش نحكيو فيه بعد الترتيحه الموسيقيه هذه. تقعد معنا مدام صني اكيد. سياسات الصحه، التطرق الى السياسات الصحيه في مختلف القطاعات العامه في برنامج سياسات الصحه. جديد في برنامج سياسات الصحة، نحكيه مع ضيفتنا سونيا بالشيخ وزيرة الصحة سابقا، نحكيه على تعاطي تونس وتعاملها مع الوضع الوبائي ومع موجة كورونا، خاصة الحادة متاحة في شهر جوان وشهر أوت الماضيين. نحكيه أيضا على المنظومة الصحية والاستراتيجية والسياسات الصحية في تونس. في الجزء الثاني من البرنامج مش نحكيه على السياسات الصحية في تونس ما بين المنظومة تاع العلاج العمومي والخاص، باش نشوفوا أيضا النقائص، باش نشوفوا أيضا كيف كيفاش تنجم تصلح وزارة الصحة تعاطيها مع الواقع الصحي في بلادنا. مرحبا بك من جديد مدام سونيا. مرحبا سمية. دونك نحكيو على قطاع الصحة، مستقبل قطاع الصحة في تونس ما بعد كوفيد، بشريا ماديا استراتيجيا، كيفاش ترى انه لازم يكون؟ كيفاش نجموا نحسنوا من الوضعية الصحية؟ نعرفوا الوضعية الصحية في بلادنا كيفها، كيف برشا قطاعات فيها برشا مشاكل، كيفاش نجموا نحدوا من المشاكل هذه؟ كيفاش نجموا نستفادوا من اللي صار مع جائحة كوفيد؟ انا قبل كل شيء كلمه معناتها المنظومه ما بعد الكوفيد، سمية انا يظهر لي سي اونكور بريكوس، مازال بكري مش نحكيو على ما بعد الكوفيد. هذاك معناتها سي ان في موجود، لكن نقعدوا معناتها المزيد من الحذر، ما تنتوجه هنا للمواطنين راهو اللي قلنا لكم عليه معناتها منذ اول الجائحه بالتهويه والماسك، خاطر شفنا اللي فما تراخي قدام. لكن انا ما ننساش اللي مثلا في روسيا قلت البارح فما 820 حالة وفاة، معناتها ألور كو هما 30% معناتها 30% ملقحين منهم، لكن ما نعرفوش شكون عندهم ليمينيتي ديجا مرضوا كل شيء، فما العديد من المعلومات اللي ناقصة، لكن في بعض البلدان راهو مازال موجود. مازال موجود يعني الوباء هذا.
الوباء ذا مازال خطير، مازال ينجم يعمل تحورات جديده أيوة. وينجم يشكل ما نقولوش سي اونكور تو، مازال بكري على مش نحكيو ما بعد الكوفيد. نقعدوا احنا باقي ماخذين الحذر نتاعنا، بيان سور ما كنا نتلاقوا بنسبه 100% المنظومه الصحيه ما تشتغل كان على الكوفيد، لكن زاده يلزم المواطنين تعرف اللي الامراض ما تقتصرش على الكوفيد. هذاك معناتها مرحله عشناها، المزيد من الحذر، نقعدوا ما نصفقوش ونقولوا رانا نجحنا كيف ما صار في 2020، نقعدوا باقي حذر، لكن سواء اهتمام يلزم ينكب على معناتها كادارات الكل في الوزاره، كسياسه وزاره الصحه يلزم ترجع تهتم بالعديد من المشاكل اللي انت حكيتهم على في اطار ريفيزيون معناتها ميزا نيفو دو تور لو سيستيم دو سوا سونتي سوا بيبليك ولا بريفي، نحكيو عليهم الزوز، اللي فما كوفيد وفما زاد امراض اخرى اللي معناتها شفنا توا صار كيف التراخي، انا نقول معناتها مش كان من المنظومه معناتها حتى المواطنين، برشا من الناس تمشي تخاف ما تمشيش تعدي للسبيطار مش كان على اعراض نتاع الكوفيد، توا برشا امراض نتاع القلب رجعت معناتها مرضى اللي هما معناتها جاتهم امراض في القلب، فما امراض زاده سرطانيه عفانا عافاكم الله كلهم زاده توا شفناهم اللي هما جاونا في مرحله متقدمه من المرض نتاعهم، قاعدين نشوفوا معناتها اللي تقول كانهمش يعاودوا يرجعونا للواقع نتاعنا، اللي هذايا الريفورم باش نعملوها يلزمها تمس الموارد البشريه بالنسبه للانتدابات، بالنسبه للتكوين نتاع الموارد نتاعنا اللي ديجا موجودين والانتدابات، انا نقول وزاره الصحه وزاره السياده ما يلزمش معناتها في الميزانيه نتاع 22 اللي توا باش نبداو نحكيو عليها ان شاء الله مع الحكومه الجايه، اللي بالنسبه للانتدابات وزاره الصحه يجب تكون عندها اولويه في الانتدابات، بالنسبه للبنيه التحتيه عندنا مشاريع واقفه، وانا توا نحكي معناتها واهالي قروان يسمعوا فيا معناتها بالاخص، عندنا العديد من المشاريع بالنسبه لجي ولايه قروان زاده هما قاعدين يخدموا، الحق تحيه ليهم معناتها في وزاره الصحه الوحده اللي يشرف عليها سي مصطفى عبد الجليل، لكن توا نسرعوا في انجاز المشاريع نتاعنا، عندنا مستشفى معناتها اللي هو مشيران نور توا في مرحله متقدمه، واتصلت انا في مستقبل ما نكلمكم في مرحله متقدمه معناتها بالنسبه لانجاز المستشفى الجامعي لولايه قروان الجديد اللي هو بتمويل معناتها غير من هنا لين يوصل المستشفى ذا يرى النور. الوضعيه في مستشفى ابن الجزار مترديه للغايه، برغم انه المستشفى هذايا معناها يعالج المواطنين نتاع القروان والوسط الغربي القاصرين وسيدي بوزيد كلهم يجيو للمستشفى هذايا. مستشفى هي ولايه كبيره سي تان كارفور، معناتها القروان سي تان كارفور ماهيش زاوية كان في الناس اللي تسكن في قروان، معناتها العديد معناتها من المواطنين من مناطق اخرى قاعدين يجيو للمستشفيات تاع قروان. انا راني كي نحكي على بالنسبه للبنيه التحتيه بالنسبه للمستقبل ولا مشاريع جديده، عمرنا ما ننساو المشاريع اللي مش المشاريع معناتها البنيه التحتيه اللي هي موجوده. انا في قروان ما نقولوش فما سبيطارات جامعيه، فما سبيطار واحد حسب الاختصاصات معناتها كي تلمهم مع بعضهم هما يكونوا تشوف نقص في الموارد البشريه، تشوف نقص في المعدات، تشوف معناتها الجائحه هذه انا نقول ما عرفتش ما زاد الظهر، خاطر احنا الوضع نعرفوه من قبل ما تصير تجينا الجائحه شنو صاير معناتها في المستشفيات نتاعنا، خلينا نحكيو بصفه عامه. لذا توا كان مش معناتها توا وزاره الصحه هذا وقت اللي راهو في اخر عام في على ابواب ميزانيه جديده على المشاريع اللي ديجا هي كان نعتبروها معطله ولا مش معطله، تتحط كل شيء على الطاوله. ما قلتش نسلموا في الكوفيد، لا ما فماش ما بعد الكوفيد، باقي المزيد من الحذر، لكن تولد الصراع ثم الصراع في انجاز المشاريع نتاعنا اللي هي بدات وحسنا او حسينا اللي فما شويه مش تراخي، لكن الفيتيس صح كانت تسكين صح حتى للدوزيام وللتروازيام. لذا انا شو نقول؟ اول حاجه نحطها على الطاوله هو بالنسبه للتمويل الصحي، ما ادراك من التمويل الصحي، في علاقة بين المستشفيات والصيدلية المركزية والصندوق معناتها الوطني للتأمين على المرض، بكنا عندنا برشا فلوس هذيك اللي هما بيدهم هما معناتها عندهم عجز، لكن في الميزانية تاعهم بالنسبة لكنا ويسالوا لي دو كيس دو سيكوريتي سوسيال، لكن أنا عندي سبيطار ما يلزمناش نقعدوا في آخر حلقة في وسط السلسلة تاع المشاكل تاع الفلوس. أنا عندي أنا لازم خاطر مشكلة توا سبيطارات هما
ضخ الاموال مش الماكينه تعاود تدور. المشكل تمويل ولا حتى تسيير؟ فما مشكل زاد في سوء التسيير. تسيير. انا نحكي لك على حكمه رشيده، انت تجي مدير عام مستشفى وتجي تحكي له تطلبوا على لا بون غوفيرنونس، وهو عنده نقص في الموارد البشريه، نقص في معناتها كي نحكي موارد بشريه راهو اطار طبي وشبه طبي وعمله. وتجي انت هو الميزانيه نتاعو تلقاه لا فاكتوراسيون نتاع 2020 تو ما دخلت له منها حتى فرنك معناتها من الكناب. تشوف اللي معناتها عنده برشا مشاكل. خلينا نكونوا واقعيين، فما كلام ناس ما تحبش تسمعوا، لكن انا نقولوا راهو لا بون غوفيرنونس ايغال دي كونديسيون اللي هما اون امون يكونوا حاضرين. انت شنو عطيته كالمدير العام نتاع المستشفى باش تجي تحاسبه؟ انا ديما نقولها معناتها ليكيب نتاعي، نقول له انا نعطيه اللي شنو هو لازم باش يخدم ويدور السبيطار نتاعو في لي بون كونديسيون، وبعد نحاسبه. ما تنساش اللي احنا مشينا معناتها توا عندنا اكثر من اربع سنين في ان بروسيس داكريديتاسيون. يا اخي لاكريديتاسيون راهي فيها مواد بشريه، فيها مواد ذاتيه، فيها معناتها فيها ماكينات، فيها تجهيزات طبيه، فيها فلوس. هذا هو معناتها تشوف اللي الناس الكل مكبينا وحكينا كان على الكوفيد، الفلوس الكل مشات بالنسبه للمستلزمات بتاع الكوفيد، وسي فري كانت اولويه ان ايتا دورجونس، حتى واحد ما يلوم عليهم، خاطر عندي انا ما يلزم يموت لي حتى مريض معناتها بور موا سي دي ديسي كي زيتي ايفيتابل، ايفيتابل كلمه كبيره راه ايفيتابل، معناتها انا نجم نكون ما نوصلش للوضع هذاك. معناتها كان فما عنوان مدام سونيا باش نختاروه للمرحله القادمه، شفنا فما حكومه جاية في الطريق، هو تقول انت التمويل بحث عن تمويل. التمويل راهو توا باش ينجح زميلي ان شاء الله، معناتها المعلومه توصل له، وانا معناتها معاه باتصال معناتها مع ليكيب الكل، خاطر وزاره الصحه معناتها تعرف منا، واحنا الاطباء ومهني الصحه رانا ما ننساوش قطاعنا، ويقعد ديما تاج فوق راسنا قطاعنا، لذا نقعدوا ديما باتصال ونشوفوا حتى معلومات. احنا حبينا هكا في برنامج سياسات الصحه كل مره نحكيو مع وزير صحه سابق شد وزاره الصحه باش نشوفوا كيفاش رؤيته للواقع الصحي، كيفاش نجموا نحسنوا باش نستفادوا من خبرته، ايضا باش نخليه يحكي مع الناس منه للناس باش يعطيهم فكره معناها على المنظومه الصحيه، مقترحاته توصل معناها للمسؤولين. وانتم اجتمعتوا بالوزير الصحه السابق اللي تم اقالته، قعدتوا معه وزراء الكل وعطيتوا اكيد معناها تجاربكم ومقترحاتكم. انا عندي انا في المرحله اللي اول حاجه اللي هو معناتها اعاده النظر في منظومه التمويل الصحي. التمويل الصحي التمويل الصحي ثم التمويل الصحي لازم نراجعوا الخط الاول، يخدم على روحه كيف ما بيستانس. حتى بالنسبه للفاكسيناسيون، راه الفاكسيناسيون ما يلزمش تقف معناتها توا نقولوا هذا الوضع نتاعنا اموره هانيه، خلي نحيو اون في اون بري ديسونتراليزاسيون لا مركزيه بالنسبه حتى للتلقيح. ديما نذكر ونقول عندك اكثر من 2000 مركز صحه اساسيه، مانيش باش نستعملهم الكل الفاكسان، لكن نرجع للخط الاول وما ادراك من الخط الاول. وهنا جائحه الكوفيد وراتنا اهميه الخط الاول والمنظومه الصحيه نتاعنا اللي نجحت في السبعينات والثمانينات، وانا بو ايراديكي بليزيور مالادي غراس للخط الاول اللي هو انا نقول الركيزه، واللي هو الباز نتاع البيراميد، القاعده نتاع البيراميد اللي الهرم نتاع المنظومه الصحيه الكل. لذا نرجع ونقول هنا معناتها كان مش خاطر اون بريوريزاسيون هي لا تري لونغ، لكن كان مش نبدا باولويه الاولويات نقول التمويل الصحي. التمويل الصحي راهو كل شيء ممكن، خاطر كل شيء ممكن، لكن بدون موارد معناتها ماليه وبدون موارد بشريه المنظومه الصحيه نتاعنا ما تنجمش ترجع تخدم كيف قبل وخير من قبل. احنا نحبوها خير من قبل، خاطر كيف قبل مش كافي كيف قبل. لا انظر انا ديجا كي نرجع للفاز اللي الامراض معناتها ابار الكوفيد يرجعوا يداويو بصفه عاديه في دي كونديسيون خير من قبل، راهو تسمى حتى هذه مرحله نطمحوا لها. لكن نرجع مش نقول كان احنا نحبوا نحسنوا معناتها نحسنوا وين ماشيين، الفو كو لا معناتها نمشي توا في لي فري كروند ريفورم، ما عادش نمشي للرقع. السياسه الترقيه راهي ما توصل حتى شيء، يلزمني جو دوا اوزي نحط على الطاوله المشاكل الكبار ونمشي فير اون فري ريفورم، ما نمشيش للخط الاول وحده، ما نمشيش للخط الثاني وحده، ما نمشيش للخط الثالث وحده، نمشي وتكون كل جهه تكون عندها المنظومه الصحيه بتاع الخط الاول نتاعها
هذا في قروين معناتها عندنا زاده مناطق معناتها في المعتمديات في قروين اللي هما عن من حقهم يكون عندهم خط اول متوازن، من حقهم يكون عندهم خط ثاني متوازن، وينقص علينا الضغط على الخط الثالث. وشفنا برشا وفيات داخل الولايه، واضح شفنا برشا وفيات في المعتمديات خاطر بعيده على المركز، بعيده على المستشفى بنو الجزار. اعطيهم لي مويان، اعطيهم لهم حقهم الصحه، من حقهم الصحه. انا كي يكون عندي خط اول بيان ديفلوبي في المعتمديات، يكون عندي خط ثاني بيان ديفلوبي في المعتمديات، راني نجم نحل المشاكل تاع المواطنين نتاعي، وننقص الضغط على المستشفيات الجامعيه اللي موجود في الخط الثالث. ما تنساش راه طب الاختصاص ماهوش حكر على الخط الثالث، راه طب الاختصاص يبدا موجود حتى في الخط الثاني. كي نحكي على مستشفى جهوي، مستشفى جهوي فيه يلزم يكون العديد من الاختصاصات. الخط الثالث راهو التكوين والبحث والاختصاصات اللي صعيبه وما نجمش نركزها داخل المعتمديات. هذا هو الدور. اذا كل معتمديه تاخذ حقها في خط اول وخط ثاني، ونخليه مراكز الولايه اللي هما للحالات المستعصيه. واضح، يعطيك الصحة مدام سونيا. في الختام، شنو رأيك في تكليف امرأة بتشكيل الحكومة، وهل أنك تشوف روحك معناها في حقيبة وزارة الصحة من جديد؟ عندك مشروع؟ إذا كان تم عرض حقيبة وزارة الصحة عليك، شنو معناها تحب تعمل؟ شنو تحب تعمل وما عملتوش قبل في السابق وقت اللي توليت الوزارة؟ بس أنا بالنسبة لتكليف الأستاذة نجلة بوزن، ما نجم كان نحيي التسمية نتاعها امرأة على رأس حكومة. هذا حلمنا به ودعينا له وتمنيناه من أول معناتها ما دخلت أنا في معناتها في لي غوفرنمون، ومن أول ما دخلت معناتها لوزارة الصحة، خاطر هذيك احنا نحكيو على ليغاليتي أونتر أم وفام. لكن بعد كي تشوف الحكومات نتاعنا قد عدد الوزيرات ضئيل جدا قدام عدد الوزراء الرجال اللي موجودين في كل حكومة. نمشي نزيد نواصل، معناتها دعينا مش تكون معناتها عدد الوزراء أكثر برشا نساء في الحكومات. وهنا جانا معناتها لو كادو، أنا نقول لو كادو دو سيل، خاطر أول امرأة أنا نقول عربية اللي هي مش ترأس حكومة. أنا إن شاء الله معناتها الفريق نتاعها يكون متكامل، إن شاء الله الفريق نتاعها يخليها تخدم على روحها ويأهلها، معناتها يعاونها مش تخدم على روحها، خاطر رئيس حكومة وحده ما ينجحش. رئيس حكومة ينجح بالوزارة نتاعو، رئيس حكومة ينجح بالمنظمات، بكل مكونات بالمشروع، أكيد يكون عنده مشروع واضح ويلبي الاحتياجات. زاد هنا أنا معناتها إن شاء الله نتمنى لها كل النجاح، نتمنى لها كل توفيق، وأنا متفائلة بالتفاؤل ذا لصن نوصلوا نختموا بالتفاؤل. أحسن حاجة نختموا بها سياسة الصحة لليوم هي التفاؤل. يعطيك الصحة مدام سونيا، شكرا ليك كنت ضيفتنا اليوم. يعطيك الصحة، شكرا ليك. احنا هكا وصلنا نهاية حلقتنا لليوم من سياسة الصحة، نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية. باي باي. سياسة الصحة، التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسة الصحة.